السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا بكم معي في جولة قصيرة بمكان جميل جدا، مكان جميل ورائع. الأمطار اللي طاحت مؤخرا أعطت نظرة جميلة للأرض وللجبال، في هذه الرحلة حبيباتي وجدت شيئا جميلا، وجدت شيئا لم أراه وربما لم ترونه من قبل. مانيش عارفة تحسو كيفي ولا لا، أنا كي نكون مصلية صلاتي دايرة واجباتي الدينية مع ربي ومع العباد، نحس الدنيا كلها لي، الدنيا كلها لي، نحس بسعادة لا توصف. قدماي في الأرض لكني أشعر وأني أطير في السماء. الدنيا جميلة لكن لا تبدو كذلك إلا للمؤمنين. فلا يتلدد بالطبيعة إلا المؤمنين، ولا يعلم جمالها إلا الذين يعبدون الله بحق ويعلمون كم أن الله خالق عليم حكيم. فحين نكون مؤمنين كل شيء في الطبيعة يبدو جميلا، من الحجر، من أصغر حصى في الأرض إلى أكبر صخر في الجبال، كله يبدو جميلا. انظروا الآن، هذه شجرة وجدتها، كانت هذه الشجرة هي زهور، وهذه الزهور هي ما يصنع به ماء الورد. صدقوني أنا كنت كي دخلت في الغابة قعدت نشم ريحة ما زهر ماء الورد، فبدأت أستكشف المنطقة، أي من أين تأتي هذه الرائحة.
فوجدت شجرتان، هذه أولاهما، اقتربت منها وكانت جميلة جدا، أزهارها بيضاء، فإذا هي ورود الزهر، أي التي يصنع منها ماء الزهر. ففرحت كثيرا لأن لي لأول مرة أرى زهور الزهر. انظروا إلى جمال المكان، وكم أحب الألوان الخضراء حين تختلف من الفاتح إلى الداكن إلى المائل إلى الأصفر. هناك شجرة اللوز، شجرة اللوز تبدو جميلة جدا. كانت جولة قصيرة، أحببت أن أتقاسمها معكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في لقاء جديد إن شاء الله.